السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن الصدقة. الصدقة هي كل ما يخرجه المسلم من ماله للفقراء والمحتاجين بغرض التقرب من الله تعالى، ونقصد بالفقراء والمحتاجين من يحتاجون المال والطعام والشراب والثياب والدواء. كل هؤلاء هم الفقراء والمحتاجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. المسلم يتصدق بما يقدر عليه ولو كان قليلا، حتى وإن كان شق تمرة. للصدقة فوائد عظيمة، فهي تقربنا من الله تعالى، وهي سبب لزيادة المال وسعة الرزق، وهي تحقق التآلف والرحمة بين الناس. يمكن لنا أن نقوم بعمل حصالة صدقات في المنزل، فيتصدق بها جميع أفراد العائلة، الأب والأم والأخوة، وعندما تمتلئ يمكننا أن نقدمها للفقراء والمحتاجين. كما يمكن التصدق بصندوق الصدقات الموجود في المول أو في المسجد، ويمكن التبرع بالملابس التي لا أحتاجها، فهناك من يحتاجها وهم الفقراء والمساكين. هذا هو درسنا لليوم. مع السلامة.